هنتعرف نحن وياكم اكيد باول سوبر كاب على الستارترز لكلا الفريقين. رح نشوف تشكيله المدرب فؤاد ابو شهر، جو عبد النور، علي محمود، جو فوغل، كوبر وعلي فخر الدين. من ناحيه المدرب غسان سركيس عم يعتمد على مازن منيني، رامل الن، يحيى صبرا، واكيد هون في خطا ميغيل مارتينيز كمان بالتشكيله الاساسيه، وفادي الخطيب. وهيدي هي اذا تشكيلة الفريقين. وكنشي سارجيز لانطلاق المباراة، فوزي عشقوطي، رباح الجيم، وطوني خوري هن الحكام الثلاثة اللي رح يقودوا اذا المباراة، يلي برجع بذكر اهميتها افتتاح موسم 2010-2011. ومثل ما ذكرت للمرة الاولى، افتتاح موسم جديد بكرة السلة الدولية حيكون بالسوبر كاب، كأس السوبر يلي عم يجمع حامل اللقب وحامل الكأس. نادي الرياضي عم يغيب عنه لاعب الاجنبي توني ويليامز اللي تعرض لاصابه بدوره الحريري من ايام قليله، وهذا الشيء رح يخلي توني ويليامز يكون موجود على ميعاد الاحتياط من دون ما يشارك مع زملائه بالفريق. جو عبد النور يلي قدر بسرعه يحصل على اول خطا بالمباراه. جو عبد النور على الفري ثرو بيضيع الفري ثرو الاول. جو رح يكون عنده رميه حره ثانيه. اذا طبعا ملعب حيادي عم يستضيف هالمباراه، مباراه السوبر كاب. الرميه الحره الثانيه بسجلها جو عبد النور، والتقدم عم بيكون باللون الاصفر لصالح نادي الرياضي. نادي الشانفيل وميغيل مارتينيز دفاع منطقة عم يعتمدوا المدرب فؤاد ابو شهر، زون 2 3 مثل ما عم نشوف، دفاع كلاسيكي مبدع في المدرب ابو شهر. رح نشوف اذا زون عادي عم يلعب، ظاهر هيك زون عادي 2 3. فادي الخطيب بيرجع بعود التورن اوفر، وصل لرامل الن، اول محاوله عن ارك 3 بوينت، مارتينيز ما بينجح بالمحاوله. الخطيب بيتعرض لبلوك شوت تحت السله، بيحصل على الريباوند الهجومي، وبلوك شوت جديد لصالح جو فوغل، والبوزيشن بترجع لصالح النادي البيروتي. مواجهه بيروتيه متنيه بالسوبر كاب، ممثل المتن نادي الشانفيل، واكيد نادي الرياضي منه الممثل الوحيد لبيروت. في كمان ما بدنا ننسى نادي الحكمه كمان بمثل بيروت ببطوله لبنان. رح نتعرف ببطولة لبنان كمان على أندية جديدة رح تمثل بالفعل مناطق عديدة، وهذا شيء كثير حلو بكرة السلة بهالموسم. علي فخر الدين بزيد التقدم لصالح النادي الأصفر، والنتيجة بتصير 3-0 لصالح نادي الرياضة. دقيقة ونص، الشامبيون بعد ما سجل. أكيد اليوم رح يكون في مدرب لبناني رح يفوز بهالسوبر كاب، بما انه المواجهه اللبنانيه بين المدربين ابو شعرة وسركيس. تمريره ولا اجمل، ميغيل مارتينيز بيعمل اسيست رائع جدا، ورامل الن عم بترجم التمريره الحاسمه بنجاح، وكمان بيحصل معها على الفاول. رامل الن لاعب المترين وعشرة سنتيمتر، لاحظوا التمريره المميزه من اللاعب ميغيل مارتينيز. ورامل الن عم يسجل ثلاث نقاط كامله بعد الباسكت ان، ويعدل الارقام. نادي الشامبيلي اللي عم يلعب بانطلاق المباراه باجنبي وحيد هو رامل الن. جاي يونغ بلاد موجود على ميعاد الاحتياط، لكن اكيد جاي ما بشي ابدا، كان عم بحمي. تكتيك من المدرب غسان سركيس، فضل يلعب ينطلق بالمباراه باجنبي وحيد هو رامل الن. الن من المسافه المتوسطه ما بينجح بالمحاوله، الريباوند رح يكون لصالح جو عبد النور، لكن قدمه لجو عبد النور بتخرج عن لاين الاوت، والبوزيشن رح ترجع من جديد لصالح نادي الشانفيل. اكيد عم تشوفوا ارك 3 بوينت زاد حوالي 50 سنتيمتر بالقوانين الجديده بعد بطوله العالم، الزون كمان زادت، يعني اكثر شيء رح ياثر هو ال 3 بوينت وال 24 ثانيه بالقوانين الجديده. ال 24 ثانيه للاسف ما بعرف الاتحاد ما عم يعتمدوا بعد لل 24 ثانيه، نظام ال 24 ثانيه الجديد. ويحيى صبرا عم بسجل بعد ريباوند هجومي،
والتعادل الكامل بين الناديين. جو فوغل بيحصل على الفاول، خطأ من يحيى صبرا لصالح جو. لوني كوبر على الانباوند، علي محمود بيستلم، ضغط دفاعي بين يحيى صبرا وميغيل مارتيريز. علي محمود بيستدرج دفاع شانفيل للفاول. خطأ لصالح علي، كمان اوت اوف باوند. فخر الدين من المسافة المتوسطة ما بيسجل هالمرة علي، الطابة بتخرج للاوت والفرصة لصالح نادي الشاوفين من جديد. مثل ما كل توقع هالمباراة انه تكون متقاربة جدا وقوية، وبعد حوالي 3 دقايق على انطلاقتها النتيجة اكبر برهان. دائما دفاع منطقة من المدرب فؤاد ابو شقرة، تحت السلة بيحاول يوصل له اياها يحيى صبرا لرامل الن، ما بينجح، بتبقى لصالح نادي الشانفيل. 5 ثواني متبقيه لنادي الشانفيل بهالهجمه، فغدي الخطيب بسجل بايده الشمال اولى نقاطه بالمباراه، والتقدم لصالح نادي الشانفيل، التقدم لصالح نادي الشانفيل. لوني كوبر، كوبر بيعدل سريعا جدا، كوبر عم بيعدل النتيجة، وبالإعادة عم نشوف سلة فادي الخطيب بإيده الشمال، وكوبر كان عم يعمل التعادل بين الفريقين. ميغيل مارتينيز باسكت إن لميغيل. خطأ لصالح ميغيل والتبديل الأول بالمباراة. المدرب غسان سركيس عم يستعين بباتريك بوعبود بدلا من يحيى صبرا، فيما مازال جاي يونغ بلود، او هو اسمه الحقيقي جاسمن يونغ بلود، النيك نيم هو جاي، موجود بعده على ميعاد الاحتياط. ومارتينيز عم بيسجل نقطه الثالثه بالجيم، ونادي الشامبيون عم يتقدم بفرق 3 بهالوقت. كوبر كمان بيعدل من جديد، دائما كوبر عم يكون موجود ليعدل الارقام بين الناديين. نقطه الخامسه للوني كوبر، لاعب عنده خبرة كتير كبيرة، لاعب بأبرز البطولات الأوروبية، طبعا عم بقصد عن لوني كوبر، خاصة بالدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الروسي السوبر ليج، كمان لعب في الدوري الأوبرسي، وهو أكيد كمان انطلق من جامعة كتير قوية بالان سي اي، هي جامعة لويزيانا تك. جو فوغل على اللو بوست عم يجرب يلعب تحت السلة، جو فوغل بيستفيد من المسماتش، بيستفيد من المسماتش جو فوغل. عم نشوف التورن اوفرز، 2 على نادي الشانفيل ولا واحد على نادي الرياضي. مازن منيمني ما بينجح بالمحاولة، مازن لاعب نادي الرياضي السابق، وجو فوغل بيتعرض لإصابة بنتمنى تكون طفيفة. نتيجة تقدم نادي الرياضي بفارق نقطة. إذا سلة كوبر ما كانت عن آرك 3 بوينت، كانت نقطتين. جو فوغل تعرض لإصابة بعد ما التقى الريباوند الدفاعي، ظهر اللانتي فلتت، وشربل السخن كمان اللاعب اللي التحق مش من زمان بنادي الرياضي. بالعاده عم تشوف هون الريباوند وايد احد لاعبي شانفيل ضربت بجو فوغل. 5 دقائق متبقيه لنهايه الكوارت الاول. كوبر، كوبر وصل لفخر الدين، ضغط دفاع من فاتيك محمود على فخر الدين، طلع طابه لبرا علي محمود ما بينجح بالمحاوله، فخر الدين بيلتقط الريباوند الهجومي، و24 ثانية جديد لصالح نادي
الرياضي. شرب الصخر ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح فادي الخطيب. يعني هون ونين لو عم نلعب الإنون الجديد ما كان رجع 24 ثانية لنادي الرياضي. ومازن منيني عم يسجل من المسافة البعيدة. أول 3 بوينت بالمباراة. كوبر كمان بحاول على الأرك ما بيرجح. كوبر ريباوند لصالح كمان نادي الرياضي. نادي الرياضي عم يسيطر بالريباوند، يعني فينا نشوف الريباوند بس في سيطرة واضحة بالأوفنسيف ريباوند لصالح نادي الرياضي. عبد النور ضغط دفاع، ضغط دفاع، شرب الصخر بيستلم، مقطوعة مقطوعة من دفاع فريق الشاوفين. ومازن منيمني بيروح بالفاست بريك ما بيسجل. مازن ريباوند هجومي للمنيمني، وفخر الدين عم يعمل شغل كبير على فخر الدين. تعادل بالريباوند. كوبر كمان ما عم ينجح بالمحاولة. رامل آلن بيلتقط ريباوند جديد. آلن وباسكت إن لصالح فادي الخطيب. باسكت إن لصالح فادي. نقطة الرابعة على فادي، ممكن يعمل نقاطه خمسة بحال سجل الأند وان. الشاوفيل عم يتقدم بفارق أربعة، أكبر فارق بالمباراة لهلا. بسجل الفريسترو. كوبر يعمل كنترول على الطابة. شاوفيل من بداية المباراة عم يلعبوا دفاع مان تو مان، رجل لرجل. مازن منيمني بيرتكب الخطأ على كوبر. مازن عنده مهمة دفاعية على واحد من أخطر لاعبي نادي الرياضي. وجاي يونغ بلود على أرض الملعب بدلا من مازن منيمني. مازن ارتكب خطأين، خطأ الثاني واستبدله المدرب غسان سركيس. المدرب سركيس يعني بدأ بمازن منيمني ليحط بريشر على لوني كوبر، ما يستهلك جاي يونغ بلاد من ناحية الأخطاء. هيدا الظاهر تكتيك المدرب غسان سركيس لحد هلأ فينا نقول ناجح، لأنه على الأقل فينا نقول أنه شاوفيل متقدم. كوبر أربع نقاط لحد هلأ بالمباراة. بسجل الفري ثرو الأولي، نقطة الخامسة، بيقلص الفرق الأربعة. بسجل كمان الثانية، ست نقاط لكوبر، والفرق عم يتقلص لثلاثة. سايد بول ميغيل مارتينيز، خطر كثير بالتسديد، بفضل يمرر. جاي يونغ بلاد تحت الضغط الدفاعي، في فاول، فاول لصالح يونغ بلاد. لاعب في يقول هون كمان هيك معلومه، اللاعب الوحيد بهالمباراه اللي ربح سوبر كاب، لانه اكيد اللاعبين اللبنانيين اول مره عم يلعبوا سوبر كاب، بس بالاجانب اللاعب الوحيد يلي ربح سوبر كاب هو جاي يونغ بلاد، ربحها سنة 2009 بالدوري النمساوي. فدريك معبود يقترب وبيسجل أولى نقاطه بالمباراة. أولى نقاط فدريك معبود إذن بالمباراة. وشاوفيل عم يتقدم بفرق خمسة. جوفوغل عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. عمر الترك بسدد عن الأرك ما بينجح. ريباوند دفاع لصالح ميغيل مارتينيز يلي بينطلب الباست بريك. حلوة كثير هالحركة، حلوة كثير يا ميغيل مارتينيز. الطريقة يلي بسجل فيها ميغيل مارتينيز بتفرجينا بالفعل عن سكيلز عالية جدا جدا لهاللاعب. مارتينيز بيعمل فرق سبعة، بحط بريشر كثير كبيرة على فريق الرياضي. والمدرب فؤاد أبو شقرة سريعا بيطلب التايم أوت الأول بالجيم. بالعادة عم نشوف سلة ميغيل مارتينيز الرائعة جدا.
التايم اوت انتهى، 10 لاعبين من الجيد على ارض الملعب. صفر من خمسة للرياضي عن الارك، يعني هون بدنا نحكي عن اكثر عن الشوت سيلكشن. في كثير محاولات تسديد عن ارك 3 بوينت بعيدا عن تسبي. خطا لصالح كوبر، جاي يونغ بلاد عم يرتكب هو الفاول، الخطا الاول على جاي. بسجل فري ثرو الاول كوبر، وما زال اللاعب الاخطر من فريق الرياضي بسجل كمان 2-2 على الفري ثرو لاين للوني كوبر. والفرق بيظل لها 5 دقيقتين لنهايه الكوارتر الاول. ميغيل مارتينيز، رامل الم في فاول، قدر ميغيل يسحب اكثر من لاعب لعنده وفضيه بشكل كامل لرامل الم، وما كان على عمر الترك، يعني ما عنده مجال عمر الترك قادر يرتكب خطا ليوقف سلي كانت ممكن تكون اكيد دانك لصالح الم. اول رمي حره بضيع رامل الم. نسبة الفري ثرو عنده منا كثير منيحة، يعني باخر موسم 2009-2010 بالدوري المكسيكي كان عنده نسبة 55% على الفري ثرو لاين. بسجل واحدة من اثنين. جاي يونغ بلاد عم يدافع على كوبر. عبد النور بيخترق، عبد النور بيعطيها خالصة، التسديدة لصالح أمير سعود، وامير سعود من اول دخوله شمع بطوله، وتسديد الثلاثية ناجحة بتقلص الفرق لثلاثة. ذكية كثير كانت تمريرة جو عبد النور اللي قدر فضيه بشكل كامل لامير. جاي يونغ بلاد بيرتكب تورن اوفر، قدمه بتخرج عن البيز لاين، وفريق الرياضي امام فرصة تقليص الفرق وممكن معايدة الارقام. عبد النور بسدد عن الارك، ما بينجح بالمحاولة، الخطيب بيلتقط الريباوند، صاحب النقاط الخمسة فادي بيلعب على السلة، بفضل طلع لبرا الطابة. مارتينيز، مارتينيز بيخسر الطابة، ميغيل مارتينيز، تاني تورن اوفر بشكل متتالي على فريق شانفيل، والرياضي ممكن يستفيد هالمرة ويقلص، ومثل ما ذكرنا ممكن يعادل اقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الأول. جو فوغل بحاول بالمسافة البعيدة ما بينجح، اوفنسيف ريباوند لجو عبد النور، كمان اوفنسيف ريباوند جديد لجو عبد النور، ممتاز جو عبد النور لاعب منتخب لبنان بالفعل بأكد مستواه العالي جدا اللي فرجينا اياه ببطولة العالم بتركيا، بأكدوا بهالمحاولة والفرق نقطة، وأكيد هون لازم يكون في سيطرة بالريباوند لصالح نادي الرياضي. شوي فاجأتني الأربعة ريباوند لكلا الفريقين من وقت قليل. فادي الخطيب ما بينجح بالمحاولة، كمان ريباوند دفاعي لصالح نادي الرياضي. أمير بسدد، أمير المحاولة ما بتنجح، والكوارتر الأول أعزائي المشاهدين مشاهدين ال بي سي عم ينتهي بتقدم نادي شانفيل بفارق نقطة على نادي الرياضي، النتيجة 21-20. الكوارتر الأول يلي انتهى بتقدم نادي شانفيل بفارق نقطة وحيدة 21-20، بهالوقت انطلاقة الكوارتر الثاني. أمير سعود عم يضغط على ميغيل مارتينيز، ميغيل بيخترع على السلة، ميغيل مارتينيز ما بينجح بالمحاولة، ريباوند هجومي ممتاز رامل الم، ممتازة هالحركة من رامل الم، بسجل نقطة السادسة
لعب المترين 10 سنتيمتر قدر يتفوق تحت السله بشكل واضح. كوبر ليدر نادي الرياضي بهالمباراه، ممكن يكون بالبطوله كمان اكيد، يعني رح نتعرف اكثر واكثر مباراه بعد مباراه على كل دور لكل لاعب. وكوبر بياكد الليدر شيب المهم جدا اللي عنده اياها بهالجيم وبسجل نقطه العشره، يكون اول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط. هذا الخطيب بيرجع بيعمل كنترول ليونج بلاد، مقطوعه من امير سعود بيطلق الفاست بريك. كوبر بمرر له اياها لجو عبد النور تحت السله، بيعمل فان ذكي عبد النور، شاف باتريك معبود واصل بشكل سريع، فضل يحصل على الاقل على الفاول، وهيدا الشيء اللي بيعمله جو. خطا لصالح جو عبد النور، الحكم بيقول ما في تو شوتس، الفرصة من الخارج اوت اوف باوند. جو عبد النور بيعمل موف حلو جدا تحت السلة، ممتاز يا جو عبد النور، رائع جو عبد النور بالفعل، قدر عامل بنتريشن على السلة ولا أجمل، ومش حيلا لاعبين يعني عم يقدر يلعب على اللاعبين الطوال تحت السلة، ومش بس يسجل عليهم لبل كمان يستدرجهم للأخطاء والإعادة أكبر من هاد. خمس نقاط لجو، بسجل كمان الرمية الحرة الإضافية. فريق الرياضي عم يتقدم بفرق نقطتين بعد النقاط الثلاثة اللي سجلها جو عبد النور من وقت قليل. عبد النور بيعمل كمان شغل ممتاز دفاعيا، وكوبر بيطلقوا بالفاست بريك، ثنائي ممتاز كوبر عبد النور بهالمباراة، ثنائي ممتاز. يعني شفنا الديفنس المهم جدا اللي عاملها جو عبد النور، قدر يقطع الكرة، بس قطع الكرة بسرعة مررها لصانع العابه اللي هو بيقدر يمول الكرات بشكل أفضل من غيره، ما ضيع وقته بالدريبل، يعني في لاعبين لما يقطعوا كرة بضيعوا وقتهم بالدريبل، جو عبد النور استعمل كل سرعته لأنه منطلق من دون كرة، انطلق من دون كرة، وكوبر قدر موله بأفضل تمريرة حاسمة وسجل عبد النور. محاولة باتريك معبود عن الآن، بسجل باتريك معبود، ثاني ثلاثية ناجحة لصالح نادي الشاومين والفرق نقطة لصالح الرياضي. فوغل كمان بيحاول عن المسافة البعيدة ما بينجح جو فوغل، ريباوند لميغيل مارتينيز، مباراة إيقاع عم يكون سريع جدا من الربع الثاني. فهد الخطيب أوفنسيف فاول، أوفنسيف فاول على فهد الخطيب، ودائما بطل الحركات الدفاعية هو واحد، هو اللاعب أربعة بالنادي الأصفر جو عبد النور. المدرب فؤاد أبو شارة بيريح اللاعب جو عبد النور بعد المجهود الكبير يلي عمله، يلي هو ساهم بشكل كبير بالكامباك بانطلاقة الكوارتر الثاني. كوبر بصلها حلوة كثير، حلوة كثير، كوبر لاعب ممتاز، كوبر اكيد رح يكون له شأن كثير كبير ببطولة لبنان لكرة السلة. فوغل بسجل نقطته الرابعة، وكوبر بمرر اسيست جديدة لصالح فريقه ولصالحه طبعا. بالعادة عم نشوف هون جو فوغل كيف عم يشكره لأنه اعطيها مقشرة خالصة. علي فخر الدين على أرض الملعب بدلا من أمير سعود. تبديلات تكتيكية ناجحة للمدرب أبو شقرة. عمر الترك عم يدافع هو على فادي الخطيب بهالوقت بدلا من جو عبد النور. فادي بيعطيها للميل الثاني للويك سد عند ميغيل مارتينيز، المحاولة ما بتنجح. علي محمود بأكد تفوق فريق الرياضي بالريباوند. جو فوغل جو كمان محاولة ثلاثية، هالمرة بسجل جو فوغل نقطة السابعة، والاسيست دائما من لاعب واحد ولوري كوبر. فريق الرياضي يلي صار عنده 3 بوينت شفنا كان عنده من وقت قليل ولا اي ثلاثيه، مع انه عم ياخذ كثير اتمت عن ارك 3 بوينت.
عم بيكون عنده كثير سلكشن على الثري بوينت والخطيب برد من التو بوينت. فريق شاوفيل ما عم يعتمد كثير على الارك، عم يجرب اكثر يلعب تحت السله او بالمسافه المتوسطه مثل ما شفنا من وقت قليل محاوله فادي الخطيب. علي محمود بضيع المحاوله، رامل الن على الريباوند بالعاده، هون عم تشوف سله فادي الخطيب وجاي يونغ بلود عم بيسجل اولى نقاطه بالمباراه ليقلص الفرق لنقطتين بس. ودائما المباراة بتبقى على حلاوتها. كوبر بيطر السكرين من فخر الدين، حلو كثير هالتمريرة. علي محمود ممتاز يا كوبر، ممتاز صحيح علي، علي محمود هو يلي سجل، لكن بالفعل يعني البلاي يلي فرجينا اياها اللاعب لوري كوبر مرة جديدة بتأكد قد ايه لاعب بيقدر يصنع العاب. هيدا هو صانع العاب، هيدا هو اللاعب البوزيشن 1 يلي بيكون كامل على الوان، عم يقدر يمشي زملائه بشكل ممتاز. وعلي محمود عم بيسجل عن الارك اولى نقاطه بهالمباراة. تايم اوت المدرب غسان سركيس يلي بده يجرب يوقف فورة النادي الاصفر بالكوارتر الثاني. أربع ثلاثيات لصالح نادي الرياضي. مقابل اثنين لفريق الشاوفيل. يعني شفنا، كنت حكيت أنا عن اختيار التسديدات لنادي الرياضي اللي كانت كتيرة، لكن بالفعل اللي دايما هالفريق بفرجينا لو بيعتمد كتير عن ارت تري بونت، بنشوف لاعبين وعندهم ثقة كتير بتسديداتهم. وبالفعل يعني عدة تسديدات بالاخر قدروا عملوا فارق لصالح نادي الرياضي. 5 اسيست للرياضي، 6 للشانفيل، في تعادل تقريبا بهالمجال. والخطيب بسجل نقطة التاسعة. فريق الشاوفيل مرتكب 7 تورن اوفرز، هيدي اكثر نقطه فارقه لصالح نادي الرياضي بالجيم. جو فوغل بيلعب على اللوبوس، بينجح جو فوغل، يعني بتصور في فينجر تيب من اللاعب علي فخر الدين. هذا الخطيب الرياضي ما زال محافظ على فارق 5 نقاط. فادي الخطيب بطلع الطابة لبرا عند جاي يونغ بلاد، جاي ما بينجح بالمحاولة، ريباوند لصالح كوبر، الفرصة بتبقى لصالح النادي الأصفر. يعني كوبر عم يعمل كل شيء بهالجيم. هيدي واحدة من الأسباب يلي يمكن كمان فينا نتوقف عنها التورن اوفرز، يعني عم يقدر بما انه هو عم يقدر يمسك فريقه بشكل كثير منيح، عم يكون في ليدر واحد، ما عم يكون في اخطاء من فريق الرياضي او تورن اوفرز. اقل من 5 دقائق لنهاية الربع الثاني. فادي الخطيب، فادي بمرر له اياها لكار سركيس اللي دخل من وقت قليل، محاولة ثلاثية لكار. جو فوغل مسيطر وزملائه على الريباوند. كوبر رابو هاللاعب، رابو هاللاعب كوبر، لوني كوبر بيعطي فخر الدين، بيعطي اياها خالصه، يعني كان عنده اوبن شوت مرتاح جدا فخر الدين. ورام الالن على الريباوند بعد ما اضاع فخر الدين المحاوله. يونغ بلاد تحت السله، ما بينجح يونغ بلاد، بيتابع باوفنسيف ريباوند، بسجل نقطة الرابعة جاي يونغ بلاد بعد ريباوند هجومي. والفارق عم يتقلص لثلاثة. وجاء عبد النور على مقاعد التبديل، لاحظوا بالإعادة التايمينج المهم اللي عنده إياها جاي تحت السلة. وترن أوفر، ترن أوفر على علي فخر الدين. دفاع ممتاز كان عند فريق شاوفيل. يعني في ايام كثير اللاعبين بيرتكبوا تورن اوفرز، ما بيكون اللاعب هو اللي ارتكب التورن اوفر، بيكون الدفاع اجبره. والحركه الاخيره بتفرجينا الهلف الدفاعي اللي عمله فريق شاوفيل على علي فخر الدين على البيز لاين، اربكوه واجبروه اكيد بارتكاب او بوقوعه بفك التورن اوفر. الفرق ثلاثه وشاوفيل امام فرصه التقليص وممكن التعادل.
بمباراة تعادلت كتير بالربع الأول. فهد الخطيب يونغ بلاد بلش نشوفه عم يتحرك أكتر وأكتر بالجيم. باتريك معبود وصل لرامل آلن على اللو بوست، آلن بطلع طابة لجاي عنده بعد ثانية وفي فاول. اللاعب كوبر ارتكب خطأ قبل ثانية وحيدة من نهاية هجمة النادي المتني. اوت اوف باوند لصالح الخطيب. فادي بسدد على المسافة الثلاثية. فادي الخطيب كمان بحاول عن الارك مرة جديدة والمرة بتسجل. والتعادل مثل ما توقعنا، التعادل الكامل. كان سركيس تعرض بتصور لإصابة، بتمنى له كل السلامة. كان ظهر هو وعم يحاول يلتقط الريباوند، يمكن بوع أحد اللاعبين، بتمنى له أكيد كل السلامة. فادي الخطيب صار رصيده 12 نقطة، ثالث 3 بوينت لصالح النادي المتني وأفضل سكور بالمباراة. أصبح لاعب لبناني هو فادي الخطيب، بينما كوبر بالمركز الثاني برصيد 10. كوبر علي محمود لجو فوغل، فوغل ما بينجح بالمحاولة. آلن بيلتقط ريباوند جديد لصالحه. فادي بينطلق ميغيل مارتينيز، الخطيب كمان يعطيها خالصة الخطيب لباتريك معبود. 2 بوينت فوق الحكم، 2 بوينت. 7 نقاط لباتريك معبود. والشاوفيل عم يرجع يتقدم من جديد، الشاوفيل عم يتقدم من جديد. عبد النور بيخسر الكرة، فاست بريك لصالح فريق الشاوفيل. I love this game. جاي يونغ بلود بفش خلقه بسلة نادي الرياضة، بسلة استعراضية كتير اكسبلوزيف. اللاعب جاي يونغ بلود سجل نقطه السادسة. الشاوفيل رجع قلب تأخره لتقدم بفارق 4، والمدرب أبو شارة هو اللي عم يطلب تايم أوت بهالوقت. دائما الدفاع هو مفتاح الهجوم، هو مفتاح الهجوم الجميل الاستعراضي. لما يكون في جود ديفنس بيكون في اوبن كورت. هيدا الشيء اللي صار مع جاي يونغ بلاد، يلي قدر ينطلق بشكل سريع لوحده بارض الملعب ويفرجينا وحده من حركاته الاستعراضيه. دقيقتين لنهاية الكوارتر الثاني. الفريقين من جديد على أرض الملعب، فريق الرياضي بالهجوم وجاي يونغ بلاد مهمته واضحة دفاعيا. الضغط على لوني كوبر المفتاح الاخطر بفريق نادي الرياضي. جو فوغل، جو تحت السله ما بينجح بالمحاوله. ريباوند لصالح رامل آلن، لاعب ممتاز بالتايمينج على الريباوند. آلن فادي الخطيب بيرتكب تورن اوفر وبيعتذر بسرعه من مدربه لانه ارتكب التورن اوفر لوحده من دون اي بريشر. علي محمود تورن اوفر على جو عبد النور، تورن اوفر على جو عبد النور. الحكم بيقول ووكينج على جو. هذا الخطيب يونغ بلاد عم بينجح بالمحاولة. ريباوند لصالح علي محمود. 4 تورن اوفرز على الرياض، 8 على فريق شامبيل.
بعض الرياضي افضل بهالمجال. كوبر يعني جو عبد النور بيعطيه اوبن شوت ما بيرجع بالمحاوله. ذكي كثير ذكي كثير من علي محمود، ريفلكس مهم جدا لصانع العاب منتخب لبنان. هيدا اللاعب الخبره يلي بيعرف باعشار من السنه يلاقي حل على ارض الملعب. كوبر كوبر بيسحب اللاعب رامي القلل لبرا بوقت جوبوغ اللي بيعملوا درايف على السله الاولى ما بيسجلها، الثاني كمان ما بيسجلها، لكن رامي القلل ما بيعمل كنترول على الريباوند. فوغل اخر ثواني الكوارتر الثاني، كوبر بده يجرب يستهلك الثواني يكون في تسديده اخيره لصالح فريقه، نشوف اذا رح ينجح. كوبر يعطي جو عبد النور، جو بيسدد المحاوله صعبه جدا، دفاع فريق شانفيل بالفعل كان ممتاز بالثواني الاخيره، قدر منع جو عبد النور او كوبر من محاولة التسجيل. النتيجة بتبقى على حالة تقدم نادي الشامبيون بفرق 4 على نادي الرياضي، النتيجة 41-37. بريك لحوالي 10 دقائق مشاهدينا وبنرجع منتابع إن كان دفاعيا أو هجوميا على أرض الملعب. وأخيرا 10 لاعبين على أرض الملعب والمباراة بترجع بتنطلق من جديد. الحكم فوزي عشقوطي رح يطلق الكوارتر الثالث. لوني كوبر جاي يونغ بلاد عم يدافع عليه، ما في شيء تغير. يونغ بلاد هو يلي انهى الكوارتر الثاني مدافعا على كوبر وقدر وقفه بنسبه كبيره بنهايه الكوارتر الثاني. جو فوغل حلو كثير، حلو كثير هالموف يلي بيعمله جو فوغل وبسجل نقطه ال 11 وبيحصل كمان على رمية حرة إضافية. جو بيقلص الفارق لنقطتين وممكن يقلص الفارق لنقطة وحيدة، ما بينجح بالمحاولة. ريباوند رامي الآلن، ممتاز على الريباوند هاللاعب، تايمينج بالفعل مهم جدا. والفرصة من جديد لصالح نادي شانفيل، دفاع منطقة كمان من المدرب فؤاد أبو شهرة زون 2-3. فادي الخطيب بجرب يلعب على دفاع المنطقة بيتعرض للبلوك شوت، باتريك محمود ما بيقدر يتابع بنجاح. عبد النور بيطلق الفاست بريك، جو فوغل بمرر لمين؟ جو فوغل بيرتكب تورن اوفر ببلاش وبسرعة بيعتذر من مدربه ومن زميله علي محمود. عادة لاعبي الارتكاز ما فيهم يتصرفوا بالكرة بشكل سليم، خاصة إذا كان عندهم اوبن كورت ومعه دريب بصير في ارباك. الترك كمان بيلتقط ريباوند جديد. عبد النور بطلع طابه لجو لبرا، تسديد الثنائيه ما بيسجل جو. الن بيلتقط الريباوند وبيعمل كنترول على الكره رغم المضايقه من علي محمود. فهد الخطيب جاي يونغ بلاد لكارل سركيس، جاي تحت السلة بسجل جاي، ثمانية قاتلة جاي يونغ بلاد اللي عم يستفيد من تمريرة زميله ومواطنه رامي الآلن. الثنائي الأمريكي بصفوف نادي شانفيل. لوني كوبر غاب بنهاية الكوارتر الثاني. جو فوغل 7 ثواني متبقية، جو كمان عم يجرب يلعب تحت السلة ما بينجح بالمحاولة، متابعة ممتازة هالتب علي محمود اقصر لاعبي الفريقين بيقدر يخطف ريباوند هجومي وسلي. 5 نقاط لعلي. يا ريت فينا نشوف التوب 5 السكوررز، مين افضل السكوررز بالجيم. علي محمود ما بينجح بالمحاوله، يعني الصعب سجلها علي محمود والنسبيا هينه اضاعها. Thank you.
لتقطع على عمر الترك الوحيد يلي وقع بفاول ترابل لحد هلا بالجيم، وباقي اللاعبين اكثر واحد عنده خطأين. دائما زون 2 3 جو فوغل، عبد النور وفخر الدين هن اللي عم يستلموا الدفاع من ورا، بينما علي محمود وكوبر عنده المهمه الدفاعيه بالزون من قدام على التو، وكار سركيس ما بينجح بالمحاوله، باتريك محمود بيخطف الريباوند الهجومي، جاي يونغ بلاد طبيب تبرم بعد الخطيب، كار سركيس محاوله كمان من المسافه البعيده، علي محمود بيلتقط الريباوند وبيطلعوا الفاست بريك بايده الشمال، علي ببرر له اياها لجو عبد النور، ذكيه تمريره يا علي محمود، ذكيه تمريرته لعلي محمود، وعبد النور على الموعد بسجل، والتعادل بين الناديين. لاحظوا بدون ما يتطلع قدر لا زميله، وهيدا الانسجام، هيدا الكيمستري. باتريك معبود مقطوعة كمان من دفاع فريق الرياضي، تفوق عددي 4-2 بالهجوم للنادي الاصفر، كوبر بيسدد عن الارك، في تفوق عددي في سبب التسديد، لانه يعني عنده نسبة كبيرة اللاعب كوبر انه واحد من زملائه هو يلتقط الاوفنسيف ريباوند، هذا الشيء بتخلق للاعب المهاجم ثقة اعلى بالتسديدة، وهذا الشيء اللي فرجينا اياه كوبر. بعد الخطيب بحاول يلعب تحت السلة على جو فوغل، بلوك فايوليشن، دفاع فريق الرياضي ممتاز، دفاع فريق الرياضي بالكوارتر الثالث ممتاز، 4 دقائق مرقوا وسجلوا بس نقطتين فريق شامبيل، جو فوغل 13 نقطة، كوبر كمان 13 نقطة، فهد الخطيب 12، عبد النور 10، ويونغ بلاد 8 نقاط. فخر الدين بيرتكب تورن اوفر، كنت عم بحكي بأربع دقائق فريق شامبيل سجل بس نقطتين مقابل 9 نقاط لصالح فريق الرياضي، واغلبيه النقاط فريق الرياضي اخذها بالفاست بريك، يعني بتدل على الديفنس من الميلتين، اول شيء منع فريق شامبيل انه يسجل اكثر من نقطتين بأربع دقائق، واستفاد من دفاعه بالهجمات المرتده بالفاست بريك. يونغ بلاد بعد الخطيب بسدد عن الارك، التسديد الثلاثيه ناجحه، والتعادل من جديد 15 نقطه للخطيب، وصار افضل سكورر من جديد فادي بعد ما تفوق عليه لوقت قليل كوبر واللاعب جو فوغل، فريق شامبيل بين فرصة التقدم من جديد، هل رح ينجح باتريك معبود؟ ما بينجح باتريك، الريباوند لصالح شو عبد النور يلي بيطلق كمان فاست بريك سريعة جدا، نو باسكت بقول الحكم لكن في فاول. خطأ لصالح شو عبد النور بالإعادة، عم نشوف الخطأ اللي ارتكبه كار، بالفعل ما في باسكت، الخطأ كان من برا قبل ما يكون بوضع تسديد جو عبد النور، حتى قبل ما يبلش الستابس. سبورتسمان لايك فاول، رح يكون في 2 فري ثرو لصالح عبد النور، رح يكون في بوزيشن لصالح نادي الرياضي، بما انه كان منطلق كان اكثر واحد متقدم بهجوم نادي الرياضي وحتى من دفاع فريق شامبيل، بضيع الرمي الحره الاولى يبقى رصيده 10 نقاط. التاني بسجلها والفرصة بتبقى لصالح النادي الرياضي. علي محمود خطأ لصالح علي، الخطأ الثاني على كارل بالإعادة، عم نشوف الخطأ ارتكبه كارل سركيس على علي محمود،
علي عم يستعمل سرعته بالاختراقات. عبد النور كمان بيخترع على السلة جامعة بيتجح بالمحاولة الريباوند لمين؟ دفاعي أو هجومي؟ دفاعي لصالح نادي الشوفيت. فادي الخطيب وعلي محمود كاد يقطع الكرة، هو قطع الكرة بس ما قدر يعمل كنترول. سركيس جاي يونغ بلاد ريباوند لصالح جو عبد النور. من دفاع فريق شوفيل ممتاز الحركة الدفاعية، وجوفوغ اللي بيرتكب خطأ على جاي يونغ بلاد. النتيجة 47-46 فريق شوفيل. سجل 5 نقاط بالكوارتر الثالث مقابل 10 لصالح نادي الرياضي. بعد الخطيب ما بينجح بالمحاولة ريبان لجو فوغل. علي محمود بالفاست بريك بيعطيها لأمير السعود، رائع هاللاعب. هيدي الثاني 3 بوينت لصالح أمير بأسست من علي محمود، والرياضي عم يوسع تقدمه لأربعة. محاولة ثلاثية من باتريك معبود، ريباوند دفاعي لعبد النور. كوبر كمان بيسدد ما بينجح بالمحاولة. فادي الخطيب بأكد الريباوند الدفاعي لفريقه. 3 دقايق متبقية لنهاية الكوارتر الثالث. اوفنسيف فاول على فادي الخطيب، هيدا الثاني اللي قاله بهالمباراة لفادي، وللمرة الثانية نفس اللاعب يلي بيستدرجه للخطأ الهجومي وهو جو عبد النور. دايما يلي بيحصل على الاوفنسيف فاول بده يكون عنده تايمينج دفاعية كثير مهمة على أرض الملعب. بالإعادة عم تشوف هون كيف ثبت جسمه، عرف من وين بده يبرم فادي الخطيب وقدر استدرجه للفاول الهجومي. علي محمود جو عبد النور بيعطي الطابة لبرا لعند الترك، والترك بيسجل كمان 3 بوينت جديدة لصالح فريق الرياضي، والفارق عم يزيد لسبعة لصالح الأصفر. فريق شوفيل كان اجرى تبديلات، بقول مازن منايمي على ارض الملعب. محاوله ثلاثيه ناجحه لجاي يونغ بلاد، هيدي اول ثلاثيه له بالجيم. وعلي محمود عم يطلق دائما كل الهجمات السريعه، فاول لصالح امير سعود من ميغيل مارتينيز. الحرة الأولى بسجلها أمير، لاعب بالفعل مميز. كمان بسجل الثانية ويصير رصيده 8 نقاط، والفارق من جديد عم يزيد لستة. مازن منيمني للخطيب، خطيب تحت السلة، ممتاز فادي الخطيب، لاعب قوي جدا تحت السلة. 17 نقطة للخطيب، أفضل سكورر بالمباراة.
بالعادة عم نشوف هون بأي طريقة كان عم يسجل فادي جو فوغل بحاول يرد عن الارك ما بينجح. ريباوند للمنيني. حلو كثير الاسيست من فادي وجاي يونغ بلاد عم يسجل نقطة 13 نقطة لجاي. علي محمود وزاشر بترجع لصالح نادي الشانفيل. بالعاده عم نشوف تمرير فادي الخطيب لجاي يونغ بلاد. اقل من دقيقه تفصل لها نهايه الربع الثالث. امير سعود عم يدافع على جاي يونغ بلاد. جاي بيخترق جاي بيروح على السله بفضل تطلع طابه لبرا مازن عن المحاوله الثلاثيه بيعدل او بيعطي التقدم لصالح نادي الشاوفيل والتقدم بفرق نقطة. قوية جدا هالمباراة. اوفنسيف فاول اوفنسيف فاول. ممتاز مازن منيني. مازن بعد ما سجل عن الارك استدرج علي محمود الخطأ الهجومي والشاوفيل امام فرصة توسيع الفارق مع نهاية الربع الثالث. جاي جاي يونغ بلاد يحصل على فاول. جاي الخطأ الثالث على جو فوغل. بالعادة عم نشوف الخطأ اللي احتسب على جو. جاي يونغ بلاد بسجل فري ثرو الاولي باخر موسم كان عنده نسبه رمياته الحره 66% بالدور النمساوي. بسجل اولي وبسجل الثاني ورصيده بصير 15 نقطه. اخر ثواني للكوارتر الثالث. ست ثواني متبقيه لعلي محمود. علي وصل له اياها للترك. الترك ما بينجح بالمحاوله والكوارتر الثالث. اعزائي المشاهدين عم ينتهي بتقدم نادي الشاوفيل بفرق ثلاث نقاط. النتيجه 58-55 كوارتر واحد. يفصلنا عن معرفه الفائز الاول بالسوبر كاب ببطوله لبنان او عفوا بكره السله المدنيه. ميغيل مارتينيز جاي يونغ بلاد رامل الن فادي الخطيب ومازن منيمني هن اللاعبين اللي عم يمثلوا فريق شانفيل بمواجهه جو فوغل فخر الدين عبد النور علي محمود وعمر الترك. اوفنسيف فاول من رامل الن لصالح علي فخر الدين. علي محمود الترك بتسدد عن الارك. الترك ما بينجح. الن عالي كثير على الريباوند. يا ريت فينا نشوف افضل ريباوندرز اليوم بهالمباراه لنشوف الريباوندر رامل الن قد ايه عامل ريباوند. جاي يونغ بلاد يونغ بلاد يحصل على فاول. جاي يونغ بلاد 9 تورن اوفرز للرياضي 11 على فريق شانفيل. اثنين فري ثرو
تصالح يونغ بلاد 15 نقطة 3 ريباوند واسيست. بضيع رمي الحرة الأول جاي. تاني كمان بضيع الريباوند. لمين الريباوند؟ لصالح علي محمود لهي المرة الثانية بالمباراة يلي بيعمل نفس الحركة وكمان على جاي يونغ بلاد بيضرب الكرة بجاي. حلو كتير الاسيست، حلو كتير هالبلاي بين علي محمود وجو عبد النور. اسيست جديد لعلي و13 نقطة لجو عبد النور. يونغ بلاد فادي الخطيب بسدد على الارك بسجل فادي الخطيب نقطة العشرين. ثالث 3 بوينت لصالح فادي. علي محمود ما بينجح بالمحاولة، حاول فخر الدين يلتقط الريباوند الهجومي من دون ما ينجح. لوني كوبر يلي صار له فترة طويلة على ميعاد الاحتياط عم يستعين في بالوات المدرب فؤاد أبو شقرة. يونغ بلاد فادي الخطيب يعطيها خالصة لمازن، محاولة مازن الثلاثية ما بتنجح لكن رامل آلن كمان بدوره ما بينجح. ما معقول مازن منين الريباوند الهجومي يلي قدر يلتقطه، كان أعلى من الكل. بالفعل الريباوند خارق لصالح اللاعب مازن منيمني. فادي الخطيب يسجل بالمسافة المتوسطة وبيوسع الفارق لستة. 22 نقطة للخطيب. عبد النور ما بينجح بالمحاولة. مازن منيمني ريباوند دفاعي وفاست بريك مع فادي الخطيب اللي بفضل يأخر الهجمة لسد اوفنس. فادي بسدد الخطيب ريباوند لصالح كوبر. مقطوعة كمان من مازن منيمني يلي بروح بالفاست بريك وبسهولة تامة بسجل المنيمني نقطة تامة وبوسع الفارق لثمانية عاد كمان. المدرب ابو شقرة بيطلب التايم اوت. الرياض مسجل نقطتين بس بثلاث دقائق و13 ثانيه بالكوارتر الاخير مقابل تسعه لفريق الشاومبيل او مقابل سبعه عفوا. الريباوندر هو آلن ب 11 ريباوند، علي محمود 8 ريباوند، خطيب 7، جوفوغ الأربعة، ويونغ بلاد 3 ريباوند، في جو عبد النور أكيد عنده أكثر من 5 ريباوند. يعني في هجمة واحدة التقط 2 أوفنسيف ريباوند.
الخطيب كمان عم يلتقط ريباوند جديد. الن تحت السله، الن ما بينجح بالمحاوله، ريباوند لجو فوغل. الخطا من ميغيل مارتينيز. النور مازن النايمي عم يدافع فول ديناي على امير سعود ليمنعه من اي محاوله تسديد على الارض. امير لعلي محمود، علي بيسدد على الارض ما بينجح بالمحاوله، الخطيب على الريباوند. الريباوند دفاع جديد لفادي. مازن مدايمني ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. علي محمود بيعمل كنترول على الريباوند الدفاع وبيطلق الفاست بريك. عبد النور ممتاز ممتاز بهالفاست بريك. 15 نقطة لصالح جا، الفارق عم يتقلص لست نقاط وخمس دقائق متبقية لنهاية الجيم. خطأ لصالح رام الآلن، ما كان عنده جو فوغل حل الا يوقفه بفاول، او هون الخطا ارتكبه كوبر. الخطا الثالث على كوبر، جو فوغل عنده اربع اخطاء، عمر التركي ثلاثه، كوبر ثلاثه، ورامل الن يلي عم يسجل هون الرمي الحره الاولي كمان عنده ثلاث اخطاء. نقطه السابعه على الن. واحدة باثنين، كوبر بيتعرض للبلوك شوت من رامل الن. ممتاز رامل الن بالفعل، لاعب مدافع من الطراز القوي جدا، نوعية دفاعية مهمة جدا لرامل الن بالديفنس. تايمينج مهمة على الريباوند، تايمينج مهمة على البلوك شوت. وبفضل الن فريق الشوفين بهالوقت بالهجوم. جاي يونغ بلوك ما بينجح بالمحاولة، ميغيل مارتينيز بيخطف بيعمل ستيل بعد ما التقط كوبر الريباوند. جاي يونغ بلوك ما بينجح كمان بالمحاولة، كمان اوفنسيف ريباوند لصالح فريق الشوفين. المنايمني جاي كمان ما بيسجل، هالمرة علي محمود بيلتقط الريباوند وبيعمل كنترول. خطأ لصالح علي. عمر الترك رح يدخل على أرض الملعب. أربع دقايق وخمسة عشر ثانية بتفصلنا عن نهاية المباراة. رمي الحرة الأولى بسجلها علي، عشرة ريباوند لعلي محمود، ست نقط وثلاثة أسيست. واحدة باثنين لعلي. الفارق ستة، فريق الشوفين بده يجرب اكيد هون ما يتسرع ابدا، بده يجرب قد ما في يلعب بايقاع هادئ، يستهلك قد ما في ثواني، لكن في تورن اوفر على فريق الشوفين. تورن اوفر على فريق الشوفين بيعطي فرصة للرياضي انه يقلص الفارق. فوغل عبد النور
يخترق جان طابع عم تمره بشكل ممتاز على الفريق الرياضي. حلوة كتير هالحركة بالفعل، حلوة كتير هاللعبة من فريق الرياضي. وأمير سعود بلاقي جو فوغل والأخير بسجل نقطته 15. لاحظوا أمير كيف قدر وصل له إياها لجو فوغل. الفارق 4. جاي يونغ بلاد، ميغيل مارتينيز بسدد عن الارك، ميغيل ما بينجح. لو سجل ميغيل كان فريق الشاوفين بلش يرتاح كثير. قلب 3 دقايق لنهاية المباراة، البوزيشن بتبقى لصالح الأصفر، 10 ثواني بهالهجمة. جو فوغل أو هون 24 ثانية كانوا مش 10 ثواني. عبد النور بيخسر الكرة، جو عبد النور ميغيل مارتينيز بيحاول يستفيد بالفاست بريك، بيحصل على فاول. فريق الشاوفيل عم يطالب بسبورتسمان لايك فاول. ثاني فري ثرو لصالح ميغيل، بسجل الاولى ميغيل مارتينيز، نقطة السادسة وبزيد التقدم لخمسة لفريقه ولستة كمان. تكنيكال فاول على فادي الخطيب، الحكم الدولي اللبناني رباح نجيم يحتسب تكنيكال فاول على فادي. ابصر شو صار يعني، هون كده شفنا فادي عم يطالب بان سبورتسمان لما ميغيل مارتينيز كان عم يسدد على الفري ثرو، والظاهر صار في حكي بين الحكم وفادي. بالإعادة هون عم نشوف حكي بين فادي الخطيب وطوني خوري، مش الحكم اللي احتسب التكنيكال فاول، الحكم الدولي طوني خوري عم يجرب يهديه كان لفادي. هون عم نشوف رباح نجيم دقيقتين و43 ثانية، مين رح يكون حامل أول لقب بالسوبر كاب بتاريخ كرة السلة اللبنانية؟ الرياضي بيروت أو الشاوفيل؟ علي محمود ترك بتسدد على الارك، ما بينجح بالمحاولة، صراع الريباوند بيحسمه ترك، وجاء عبد النور بيحصل على الفاول. صراع قوي جدا على الريباوند. اثنين فري ثرو لصالح جاء عبد النور. بسجل الاولي جان، بصير رصيده 16 نقطة. عبد النور بنزل الفارق لخمسة، ومن بعد لأربعة. جاي يونغ بلاد رامي الالن، جاي
بيحاول يخترق دفاع هون مهم جدا كان من فريق الرياضي، بيسمر عن ستيل لصالح النادي الاصفر وعبد النور بيتعرض للبلوك شوت من اللاعب العملاق رامي الالم. الفرصه بتبقى لصالح نادي الرياضي، الطابه خرجت للاوت بعد ما لمست رامي الالم، كمان بتبقى لصالح نادي الرياضي، والمدرب فؤاد ابو شقره بيطلب تايم اوت قبل الدقيقه و55 ثانيه من نهايه المباراه. ومهم شير انه المدرب ابو شقره صار طالب ثلاثه تايم اوت بالجزء الثاني من المباراه، يعني بالكوارتر الثالث والرابع، بينما المدرب غسان سركيس ما استهلك بعد ولا اي تايم اوت. اخر دقيقة و55 سنة رح يكونوا فيهم كثير من الحماس. تورن اوفرز 13 مقابل 12، 13 على الرياضي 12 على فريق شانفيل. الرياضي كان افضل بهالمجال بالجزء الاول من المباراة. امير بسدد عن الارك كاد انه يسجل، رامي الالن على الريباوند، ريباوند رقم 12 لرامي الالن، وفريق شانفيل متقدم بفرق أربعة والبوزيشن لصالحه. بحال سجل رح يبلش يصعب المهم كثير على رجال المدرب أبو شقرة. مازن بسجل المنيني، صعب كثير كثير المهم مازن المنيني على المدرب أبو شقرة ولاعبينه. سجل عن الآرك نقطة 11، ثالث ثلاثية، وأمير سعود ارتكب تورن اوفر غالي جدا، غالي جدا وممكن يكلف كثير فريقه. المدرب غسان سركيسي بيطلب اول تايم اوت. فريق شانفيل عم يقترب اكثر واكثر من تحقيق اول سوبر كاب بتاريخ كره السله اللبنانيه. دقيقة و13 ثانية، إذا مازن منيمني واحد من اللاعبين اللي عملوا فارق بالكوارتر الأخير لصالح نادي شانفيل. فادي الخطيب بده يجرب قد ما فيه يلعب مع الوقت، عم يطلع بالثواني، ست ثواني متبقية للخطيب، الخطيب بيروح على السلة بسدد ما بيرجع الخطيب، فوجل على الريباوند، فاست بريك مع فريق الرياضي. عبد النور بيحصل على فاول وخطا تكتيكي ذكي جدا من مازن منيمني، ذكي جدا هالفاول كان من مازن. منع جو عبد النور يسجل سله اكيده واخذوا على الرميه الحره.
بسجل الاولي مازن او عفوا جا عبد النور اثنين اثنين لعبد النور 19 نقطة بصير رصيده الفريق بيزل لخمس نقط 40 ثانية فاول من جا على الخطيب وراح يكون عنده اثنين فري ثرو فهد الخطيب اكيد جا عم يحاول كان يوقف الوقت لكن يعني ما بعرف هالتكتيك قد ايه ممكن يزبط اذا عمل الخطا على فادي واحد من اللاعبين اللي عندهم خبره كثيره وكبيره جدا وبيقدر يستوعب الضغط لنشوف فادي الخطيب بسجل الاول الخطيب 23 نقطه للخطيب يرجع بزيد تقدم فريقه لستة ولسبعة كمان 24 نقطة لفادي أمير سعود أمير بإيده الشمال ما بينجح بالمحاولة رام الآلن ريباوند دفاع جديد لصالحه أقل من نص دقيقة لنهاية المباراة خطأ لصالح فادي جمهور فريق شانفيل بلش يحتفل بفوزه بالسوبر كاب النادي المتني متقدم بفارق سبع نقاط قبل 27 سنة من نهاية الجيم والخطيب عنده اثنين فري ثرو وممكن يزيد التقدم بسجل الاول الخطيب الزميل خالد مجاعز امين سر نادي شانفيل بسجل كمان الخطيب اربعة من اربعة بشكل متتالي للخطيب والفارق عم يزيد لتسع نقاط جو فوغل بحاول على الارك بسجل جو سبعة عشر ثانية ونص تقريبا تفصلنا عن نهاية المباراة ومازن منيمني كمان رح يكون عنده اثنين فري ثرو وسيم ابو الزلف على ارض الملعب بعد ما خرج جو فوغل بالاخطاء الخمسة بسجل مازن مازن منيمني لاعب نادي الرياضي سابقا والمتحد طرابلس كمان والمنتقى حديثا لنادي الشانفيل بدايه ممتازه بهالموسم الجديد ابو الزلف عبد النور بسجل جا بقلص الفرق الاربع بعد في ثلاث ثواني صعب كثير صارت والمباراة مشاهدينا عم تنتهي مباراة عم تنتهي اذا بفوز نادي الشانفيل بفارق اربع نقاط على نادي الرياضي المدرب غسان سركيس صار الى جانبي كوتش يعني بالعصر الحديث افتتحت انت اول كاس لبنان ب 92 مع العمل بكفاية اليوم عم تفتتح كمان اول سوبر كاب بتاريخ كرة السلة اللبنانية شو عني لك هالفوز بالموسم الجديد والله ليك ما فينا اعزل لهيدا الفوز عن الخمس سنين البروجرام تبع الباسكت بالشانفيل انا بتذكر رجعت انا ونادي الشانفيل بلشنا من سكراتش بلشنا من زيرو وقلت لهم بدنا خمس سنين لحتى الفريق يتخمر مع بعضه مزبوط ويطلع عملنا خطوتين استراتيجيتين اول خطوه استخدمنا فادي الخطيب يلي اسم الله عليه باحلى ايامه قدرنا نعمل فريق نواة فريق يعني يرجع ينافس السنة الماضية رجعنا ربحنا كاس لبنان هالمرة عم نفتتح الموسم بالسوبر كاب بعتقد انه الفريق باحلى ايامه بده شغل ما بدنا تكبر القصة براسنا بس بعتقد انه المواهب اللي موجودين وفي مواهب اليوم ما نزلتهم لانه جيم يعني شوي ما في شك
الخوت بيسألك مسعد مازن منيمني، يعني مازن العائد من إصابة استعانت فيه بفريق الشامبيل، وبالفعل كان له كلمة كتير كبيرة بالكوارتر الأخير. مازن ليك مازن is unbelievable. أنا مازن ربحت معه بطولة مدارس لبنان مع مدرسة أمجاد من شي 6 سنين. I coached him الرياضي بال 2004. مازن is amazing بالفعل. يعني أول شيء بدي أقول له الحمد لله على السلامة لأنه رجع من إصابة. نحن كمان بنقول له الحمد لله ورجع at his best. مازن لاعب مميز جدا أخلاقيا فنيا. He's a coachable player. بعتقد أنه لاعبين مثل فادي ومازن والشباب الموجودين ما بدي أنسى حدا منهم. الفريق بأحلى أيامه، في بتيم سبيريت وهذه شغلة منعول عليها. ما رحنا كتير على ليستة الخمسة اللي عم نحكي عنها، نحن عنا 3 لاعبين بس بعتقد أنه عوضنا بلاعبين مميزين جدا من أمثال مازن ويحيى. باتريك بعبود عمل شغل كتير كبير بأول هاف تايم، وبعتقد أنه في توازن كتير كبير بالفريق. إن شاء الله يكون موسم حلو لكل الفرق والله يبعد الإصابات. Thank you coach. مبروك أكيد لفوزكم بالسوبر كاب. كابتن فريق شانفيل فادي الخطيب عم يستلم السوبر كاب بهالوقت. أكيد فادي يلي مش من زمان حمل كأس أنطوان شويري، كأس لبنان، عم يحمل كأس السوبر كاب. بدي جرب أخذ مقابلة من المدرب فؤاد أبو شقرة قبل ما أختم، على أمل المدرب أبو شقرة يكون إلى جنبي سريعا، أو بركي بأخذ جان عبد النور. جان صار حدي. جان عملت مجهود كبير اليوم أنت بالجيم، حاولت قد ما فيك، شو كان ناقص فريق الرياض اليوم ليقدر يفوز على فريق الشامبيل؟ خياس أول شيء شو بدي أقول لك، يعني الحظ كتير عم يكون ضدنا، يعني ببطولة الحرية روح حاله أنتوني ويليامز، هلا اليوم بنص الجيم روح يومين يعني مزبوط وهلا اليوم روح حاله بنص الجيم لوني كوبر، جبرنا نلعب تاني هاف بلا أجانب. يعني انا بعطي كريدت لكل لبنانيه عندنا بالفريق لانه بقينا نحارب لاخر ثانيه، ولا اجنبي هن عم يلعبوا باجنبيين، وراح الجيم على 4 نقط بالاخر. بس بعد الكل بس تيثبت الفريق يركب الاجانب، يعني بس ما بدنا اياهم يصابوا، بدنا نكون الكل يعني هيلثي تنقدر نفوت بالكيمستري مع بعض. يعني كلمه عن بطوله لبنان يلي رح تنطلق بعد ايام قليله. بعد الكل انه الكاس رح يكون للرياضه، شو ما شفونا هلا خسرنا دوره حريري وخسرنا اليوم، بس نحن الفريق بعده بس اجنبيا مش ثابت، يعني عم بيكونوا مصابين كل الوقت، بس تيركب اجنبيين معنا بنشوفوا الكل فريق غير ورح نربح البطوله اكيد. هلا بنحكي على حال مع المدرب ابو شقرة عن اجانب فريق الرياضه الجديد، ان شاء الله يكون المدرب ابو شقرة الى جنبي ولا لا. اكيد رح اضطر اختم بهالوقت. عم نشوف هون الصوره التذكاريه مع السوبر كاب الاول بتاريخ كره السله اللبنانيه، والمدرب ابو شقرة الى جنبي. كوتش هيدي اول سوبر كاب ما حيلفق الحظ فيها، المدرب غسان تركيز هو اللي فاز فيها، بس بقيت لبنانيه يعني الكاس لبنان مثل كاس لبنان. اول شيء بدي اقول مبروك لفريق شانفيل لانه فريق شانفيل فعلا محضر حاله كثير للموسم وجاهز للسوبر كاب الماكسيموم. هلا كنت بتمنى من الاتحاد اللبناني لكره السله انه يعطي النادي الرياضي نهار رياحه زياده. يعني احنا لعبنا بعد فينال اللي لعبتوها ورا بعض، لعبنا فينال نهار الجمعه، لعبنا 6 مباريات ب7 ايام، وهلا عم نلعب المباراه السابعه، 7 مباريات ب9 ايام. مش حجه بس على قليل كنا جبنا اجانب، انصابت الاجانب كنا جبنا اجانب. انا بدي اعطي كريدت للعيبه اللي خلصوا المباريات ب 72 76، فرق 4 نقاط. وبقول مبروك عن جديد للشانفيل. بتمنى انه يكون في رؤيه احسن لكل الانديه تكون شايفه حالها انه اخذ نفس الحق وعندها نفس الفرص، لانه هيك مثل ما ماشيين عم نحس حالنا انه نحن انطلب منا انه ننزل. في كتير لعيبه كانوا معنا، قانون النخبه اجى حتى اوكي اول منافسه بلبنان، بس اتمنى انه انا اكون غلطان والمنافسه الخارجيه يضلوا الانديه عم بيقدروا يربحوا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الاسيوي. كوتش قبل ما نختم بدي بس كلمه عن اجانب فريق الرياضه، عم نحكي كثير بتغيير اجانب، عم نحكي باسماء مهمة بس ما بحب اذكر اسماء قبل ما تكون شيء رسمي. يعني رح اقول لك شغله انه النادي الرياضي قلع بالموسم الاصابات من عند الله. هلا رئيس النادي بالذات اللي بتوجه له بتحيه كثير كبيره، رح يكون في اجانب من طراز العالي جدا عم يتحضر النادي الرياضي لبطولات اسيويه لبطولات برات لبنان. بنفس الوقت رح يكون عنده المحافظه على الدوري اللبناني، محافظة على كل الاستحقاقات بالداخل عربيا واسيويا. اداره النادي الرياضي رح تستخدم بالاسبوع الجاي
في اسامي كثير بس بعد ما صار في ما في شيء يعني في اكيد وبفضل ما نذكر اسماء اذا ما في شيء اكيد. هلا نحن هلا صرنا بفتره الدوري، نهار جمعه عندنا مباراه بزحله رح نبلش نشتغل على زحله السنه عامره يعني فريقين بزحله. في عندك مينيموم اربع خمس طلعات على زحله، كمان بتمنى للفرق الزحلاويه يكونوا عم بيقدموا صوره حلوه عن الباسكتبول لانه هن ما دائما عودونا على كل الاحوال. ثانك يو لكم. بدي اشكرك اكيد المدرب فؤاد ابو شقره. اذا مشاهدينا